السلام عليكم. اليوم بلبلة بالنافع. أول شيء نقيو البلبلة، نغسلوها ونديرو فيها الماء ساخن ومعلقة حتى لجوج ديال النافع، وتبقى الأقل ساعتين. من بعد ناخدو نص بصلة فقط باش تنسمو، ونخليوها تشحر شوية. من بعد ما تشحرت ليا البصلة مع المعلقة ديال الزيت البلدية، خويت فيها البلبولة اللي كنت خليتها اللي كنت دايرها في الماء صافي، وندير الماء الكافي اللي يكفيني باش طيب، وشوية البزار وشوية الملح. أكيد البلبولة تختلف من منطقة لمنطقة عندنا في المغرب. بغيت نقدم لكم الطريقة ديالي اللي بالنافع، وإن شاء الله تعجبكم. تنخليها تطيب مزيان، من تقرب تطيب تنزيد الحليب شوية الزعتر، وتنقدمها بالصحة والراحة.